أولا يجب التأكيد على أن هذه المبادرة هي ثمرة تضحيات فعاليات قوى التغيير من أجل نصرة الشعب التي عملت خلال الأشهر منذ 20 فبراير وهي في اجتماعات متواصلة وفت بوعدها للشعب أنها تتفندق معه وتتبنى مطالبه تتجند لنصرة مطالبه تشاركه في حركة الشعب إلى غير ذلك. ما الذي يميز في ثوار ذلك أنها رأت بأن أكبر إضافة تضيفها إلى الشعب تخدمه في ثورته هي أن توفر في عقد ندوة وطنية لكل فئات وفعاليات الأمة المؤمنة بشرعية الثورة والمؤمنة بشرعية المطالب التي تحملها هذه الثورة. لاحظنا غياب بعض الشخصيات الوطنية اللي ربما طرح اسمها بقوة في الحراك، كيف ترى هذا الأمر؟ هل يؤثر هذا على المبادرة أم أنه؟ نحن وجهنا الدعوة لكل متخندق مع الشعب متبني لمطالبه، لم نقصي إلا أولياء نظام تفليق فقط، هؤلاء ليسوا معنيين باللقاء، أما غيرهم فكلهم معنيون باللقاء وقد وجهت لهم الدعوات، فمن حضر فمرحبا به ومن غاب لعل له عذر، من يدري. نعم شكرا.